السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على آخر مستجدات اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. قال نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي إن تعديلات أجريت في الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وأضاف الخنبشي في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن تلك التعديلات حالت دون التصعيد والمواجهة العسكرية بين قوات الطرفين في الجنوب. وحول المدى الزمني لتنفيذ الاتفاق صرح الخنبشي بأن الأزمة اليمنية معقدة وتحتاج إلى مدى زمني أطول، وأن هناك بعض التعديلات احتاجت وقتا أكثر. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي تلك التعديلات التي حالت دون عودة النزاع؟ وهل يمكن القول إنها تنازلات قدمت من الحكومة للمجلس الانتقالي؟ وفي مصلحة من يصب التطويل الزمني في تنفيذ هذا الاتفاق؟ إذن قبل البدء مشاهدينا نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تعديلات في الشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض، هذا ما كشف عنه نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي الذي تفاوض حول الاتفاق ضمن الفريق الحكومي ووقع عليه نيابة عن الحكومة الشرعية. التعديلات التي وصفها الخنبشي بالبسيطة اعتبرها ضرورية لحل المسائل الأمنية والعسكرية التي تسبق تشكيل الحكومة، كلام يفهم منه أن تعويما قد حدث في الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق عبر محضر الاتفاق الجديد ومصفوفته على نحو يسمح بإنجاز الاستحقاقات السياسية المتضمنة في هذا الاتفاق تحت السطوة الأمنية والعسكرية للمتمردين. تطور عمق من الشكوك حيال الاتفاق وتعديلاته ومن إمكانية أن يدرج كسابقيه في خانة الاتفاقات المبرمة ضمن المسار الطويل للأزمة والحرب، ولم تفعل أكثر من تثبيت المصالح الطارئة للإنقلابيين والمتمردين. الرجل الثاني في الحكومة الذي شكى بالأمس من عجز الحكومة عن إيواء طائراتها في مطارات يمنية قلل من أهمية التحذيرات بشأن انهيار محتمل لاتفاق الرياض، واعتبر التقيد بالمدى الزمني غير مهم بقدر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل أمثل حتى لا يخلق مشاكل أو عراقيل جديدة بين الطرفين في المستقبل. رسم الخنبشي من مقر إقامته في الرياض صورة مثالية للوضع الأمني الراهن في العاصمة السياسية المؤقتة، قائلاً إن كل شيء يسير بشكل طبيعي ولا توجد إشكاليات في عدن التي تتواجد فيها قوات أمنية تابعة للانتقال، وبعد الاتفاق على الترتيبات سيتم تشكيل قوة أمنية مشتركة لحفظ الأمن في عدن وفقاً للخنبشي. المسؤول نفسه أعطى مبرراً لعدم تمكن قوات الحماية الرئاسية من الدخول إلى عدن حتى الآن، واعتبر أن ذلك يأتي في إطار الترتيبات العسكرية والأمنية التي لابد من الاتفاق عليها في وقت كان اتفاق الرياض قد نص على عودة هذه القوات قبل إجراء التعيينات في المناصب السياسية والعسكرية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية المصغرة. وفي سياق متصل زار العاصمة السياسية المؤقتة وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ضم رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن ونائبه وسفيري فرنسا والسويد، في إطار ما اعتبره هؤلاء الدبلوماسيون دعما لجهود الحكومة ولنقل رسالة بأن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع عن قرب ويحرص على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب هنا بضيفي. سيكون معنا من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور عادل المسني، و معنا أيضا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي. سأبدأ هنا مع ضيفي من عدن السيد أحمد جعفان. سيد أحمد مساء الخير. أهلا بك سيد أحمد. يعني نتحدث اليوم عن اتفاق الرياض وما الذي تم وما الذي أنجز وما هي التعديلات التي يعني يتم تداول الحديث عنها، ونتساءل هنا ماذا يقصد الخنبشي بالتعديلات؟ حقيقة المقصود بالتصريحات إلى الآن لم تتضح بعد ما هي هذه التعديلات، ويبدو أنها تعديلات جاءت
في وقت ربما كان قد شهد نوع من النزاع وعدم قدرة اللجان المشكلة في الملفين الأمني والعسكري على حلحلة بعض الأمور التي كان يفترض أنها تنجز في هذا التوقيت، بمعنى أنه كان هناك نوع من بوادر حسن النية في تبادل الأسرى وفي إقناع بعض التشكيلات العسكرية بأنها تخلي العاصمة عدن وتتوجه إلى جبهات القتال كما ينص بروز اتفاق الرياض أو كما جاء في مبادرة بندر حاليا ما يسمى بالمصروفة، حتى يتم البناء على هذه الأرضية والذهاب إلى النقاط الرئيسية في الموضوع، لكن يبدو أن ثمة صعوبات كبيرة جدا، وهذه الصعوبات هي يعني صعوبات منطقية أساسا تجاوزها اتفاق الرياض في يعني في المرحلة التي كان يفترض أنه أنها تسبق عملية التوقيع. هذه الصعوبات التي عرضها عطوز وهناك إشكالات كثيرة يعني تتعلق بعدم الثقة، تتعلق أيضا في الأجندة التي اتبعها المجلس الانتقالي، هو عبارة عن أداة لدولة تدخلت في الشأن اليمني وأثرت فيه الجراح الإمارات العربية المتحدة، وهي التي زرعت هذه الميليشيات وزرعت يعني في التشكيلات العسكرية وهي التي تدفع لها الرواتب، ويبدو أنه يعني هذه الميليشيات لا تريد أن تغادر بسلام، وترى يعني الفريق السياسي يعني المتمثل أيضا في المجلس الانتقالي رأى أن اتفاق الرياض يعني هو نوع من إغفاء الشرعية عليه والتشكيلات العسكرية، وأراد أن يتنفل من المسائل المتعلقة بالجانب الأمني والعسكري لأنه يبسط هيمنته على محافظة عدن وعلى المنشآت الرئيسية فيها ولا يريد أن يخلها، وبالتالي نحن الآن أمام يعني تحدي كبير. طبعا المصروفة قبل أيام يعني التي وضعها بندر حلية تحط يعني وضعت الإصبع على الجرح وبدأ يعني الدخول في نقاش المسائل الرئيسية ومضمون اتفاق الرياض المتعلق بالملفين الأمني والعسكري، وهنا في هذه النقطة يبدو أن يعني المسائل أعقد مما كانت تظنه المملكة العربية السعودية أو أعقد مما يعني أعقد مما هي متوافرة من الأدوات التي لا تكفي فعلا لمعالجة هذه المسائل في المتعلقة بالملف الأمني والعسكري. الآن تحتاج المسألة إلى يعني وضوح وصراحة يعني لأنه هم لا يريدون أن يعبروا عن هذه الصراحات لأن المسائل يعني وصلت إلى طريق مسدود، لكن تأتي مثل هذه التصريحات اليوم من الخنبشي وكما تأتي تصريحات أيضا لاحقة في تأجيل هذه المسألة وفي يعني الخروج عن مسألة التعبير عن الفشل والاستعارة عنه بمثل هذه التصريحات التي ربما تحاول أن تمد في الوقت حتى لا تقول أن هناك فشل في تنفيذ اتفاق الرياض، ونحن ربما نشهد نوع من التصريحات أيضا المقطعة التي يعني لا تضع النقاط على الحروف ربما في الأيام. نعم نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد. أعود لضيفي المحلل السياسي من الصنبورة الدكتور عادل المسني. دكتور مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني نتحدث اليوم عن التعديلات وما يدور من حديث حول أن هناك تعديلات في اتفاق الرياض، يعني ما الذي يفهم من التعديلات المتكررة في هذا الاتفاق؟ في التصور انه هناك ازمه، والازمه يعني مع مرور الوقت ازداد يعني صعوبه، وهذا يفسر الذهاب الى هذه التفصيلات في محاوله ايضا لوضع حلول لما يستجد. في الحقيقه يعني الاشكال يكمن هو في الترتيبات الامنيه والعسكريه، وهذه جوهر مشكلة فيما يتعلق أيضا بهذه التشكيلات الأمنية التي أنشأتها الإمارات في الساحة الجنوبية. أكبر عقدة أمامها هو تسليم السلاح والانخراط في الجيش حسب ما يعني ورد في الاتفاق. الاتفاق يواجه إشكالات ويواجه يعني صعوبة في هذه المسائل. هناك تصلب كبير من قبل هذه الميليشيات ورفض وممانعة للانخراط في الجيش، للانخراط أيضا في الاتفاق،
هذه المشاكل هي يعني حاولوا الالتفاف عليها مرارا، لكن حينما يعني تقترب الحلول من هذه النقاط يبدو ان هناك يعني رفض وتصلب من قبل هذه الاشكالات. طيب بمعنى ان هناك رفض يعني وعدم قبول بهذا الاتفاق، لانه عندما نعود لبدايه هذا الاتفاق كان هناك فتره طويله تم اعداد هذا الاتفاق، وبالتالي تم وضع فتره زمنيه محدده لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وافق الطرفان على هذا الاتفاق ووقعا عليه. في نهاية المطاف اليوم تحدث تعديلات، يعني ما الذي يحدث بالمجمل؟ قد يكون عدم رغبة في تنفيذ هذا الاتفاق سواء من طرف أو من الطرفين. لا، في الحقيقة الشرعية يعني تريد إحلال الاستقرار في المحافظات الجنوبية، لأن هذا يعتبر نصرا للشرعية واستحقاقا لها، لأنها في النهاية المسؤولة عن إحلال الأمن والاستقرار في كامل اليمن، وبالتالي هي المعترف بها دوليا، وليس في مصلحتها يعني بشوء نزاعات وخاصة في إطار المناطق المحررة. وبالتالي هي تتعامل بمسؤولية وتعاملت بمسؤولية مع هذا الاتفاق ومع الأطراف أيضا الراعية وبخاصة المملكة العربية السعودية، وقدمت كثير من التنازلات في يعني طريق يعني إحلال الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة. لكن يبدو أن الذي له مصلحة في يعني رفض الاتفاق في خلق هذه الإشكالات وهذه الميليشيات، هي هذه الميليشيات التي لا تحاول يعني تحاول مرارا يعني عرقلة الاتفاق والسير إلى الأمام. هذه الميليشيات يعني أنشئت لهذا الغرض، هي ترفض تماما الشرعية وترفض أيضا عودة المؤسسات وترفض أيضا إحلال الأمن والاستقرار في هذه المناطق، هي تعتاش على الفوضى. الإمارات العربية أنشأت هذه الميليشيات لمهمة أساسية وهي إقلاق السكينة في هذه المناطق وعدم أيضا عودة الشرعية ومؤسساتها والأمن والاستقرار لهذه المحافظات. وبالتالي الاتفاق يحاول أيضا يعني دفع الأمور في هذا السياق، يواجه ممانعة من هذه الميليشيات بأشكال يعني متعددة ومستويات مختلفة. الأمر يحتاج إلى يعني ضغوط من قبل المملكة العربية السعودية، لأنها هي الراعية لهذا الاتفاق، وممارسة مزيد من الضغوط على هذه الميليشيات وعلى الإمارات الراعية لهذه الميليشيات. الأمر يتعلق بالمملكة العربية السعودية، لأن بالنهاية هو يصب في يعني يعني القصدي الراعية هي المملكة العربية السعودية، والفشل في تحقيق هذا الاتفاق هو يعكس يعني ينعكس على هيبة المملكة العربية السعودية التي هي تتقود التحالف في هذا في هذه البلاد، وتقول بأنها أيضا ستدعم هذا الاتفاق بكل قوتها. وبالتالي نجد الآن نحن أمام وقت طويل لم يتم يعني تنفيذ يعني أي من بنود هذا الاتفاق، بل عكس على ذلك هناك تصلب كبير من ميليشيات خارج القانون في الأصل، لديها أسلحة ثقيلة وأيضا ميليشيات متعددة. الأصل المملكة العربية السعودية تتعامل بشدة وبحزم وبجدية مع هذا الاتفاق، لأن ثقة اليمنيين في التحالف عموما وفي عاصمة الحزم يعني في أسوأ في أدنى مستوياتها. وبالتالي التعويل الآن على هذا الاتفاق، على أيضا يعني دعم المملكة العربية السعودية لهذا الاتفاق، ومحاولة أيضا يعني إجراء يعني عمل حقيقي يمكن الشرعية من العودة إلى الأرض، إلى عدن، استعادة مؤسساتها والانخراط أيضا في إطار موحد يقبل للشرعية السيطرة على المحافظات المحررة، ومن ثم أيضا الانطلاق في يعني خطوات جادة نحو استعادة ما تبقى من الوطن. نعم، إذن ابقى معي دكتور عادل. أعود لضيفي المحلل السياسي من عدن أحمد جعفان. يعني سيد أحمد، نائب رئيس الحكومة يعني ربط موضوع التعديلات بأنها يعني حالة دون حدوث مواجهة عسكرية، يعني هل يعتبر أن هناك تنازل من قبل الحكومة الشرعية فيما يتعلق بهذه التعديلات أم ماذا؟ نعم، الذي يفهم من هذا الكلام حول التعديلات هو هذا، أنه الشرعية دائما وأبدا من خلال اتفاق أهداف ستكون مطالبة بتقديم المزيد من التنازلات. طبعا إذا عدنا للبداية، مسألة توقيع على اتفاق الرياض هي تجاوزت مسألة مهمة جدا، يعني تجاوزت مسألة إذابة يعني جبال من الجليد اولا حتى تحل الخلافات بين هذين الفريقين، لان هناك اشكالات كثيره
يعني جاءت هذه الاحداث احداث اغسطس الماضي هي فقط يعني نتيجه لكل الاسباب التي اشتكى اليها، وبالتالي كان اتفاق الرياض يفترض اولا ان يعالج كل هذه الاسباب قبل الذهاب الى التوقيع. لكن يعني اذا تحدثنا عن اتفاق الرياض من ناحيه ايجابيه نقول انه صحيح حل اشكاليه كبيره جدا تتعلق بنزيف الدماء ومواجهات عسكريه يعني كادت ان يعني تدمر ما تبقى من الصف الوطني الذي يضطر ان يلتهم ويتراوح حتى يتجه الى الحرب الحقيقيه المتعلقه بالانقلاب الحوثي. لكن هذه الميزه الايجابيه تبقى معلقه اذا ما تم تنفيذ فعلا بنود اتفاق الرياض يعني في الملفين الامني والعسكري وهنا بيت القصيد. لكن كما قلت لك تبقى الاشكالات دائما تتعلق ايضا باطراف اقليميه. هذه طبعا نحن نستطيع الان ان نقسم يعني ما حدث في عدن يعني الى شقين، الشق السياسي المتعلق بالمجلس الانتقالي وهو الذي حاليا يبادر الى هذه الاتفاقات بعد خروج الامارات، وربما تكون هناك جديه من قبل هذا الفريق في يعني محاوله يعني اسس يعني سياسيه حتى يلعب دور سياسي في المستقبل. لكن الميليشيات او التشكيلات العسكريه الموجوده من حزام امني ونخب حتى يعني لحظه التشكيلات من الناحيه التشكيلات يعني الميليشياويه من الناحيه القانونيه الان اصبحت يعني خطا القول بانها ميليشيات، لانه يفترض باتفاق الرياض انه قد شرع على هذه يعني شرع على هذه الميليشيات واصبحت ضمن الجيش الرسمي اذا ما تم تنفيذ اتفاق الرياض وانخرطت ضمن مؤسسات الجيش والامن وزارة الداخلية وزارة الدفاع. لكن إلى الآن لم يتم هذا الانخراط، وبالتالي تبقى إلى الآن هي في طور التشكيلات الميليشياوية وهي تدين بالولاء أكثر إلى الإمارات العربية المتحدة، لأن المسألة كلها تتعلق ب يعني جهة التمويل الإمارات التي يعني لها باع طويل في يعني توجيه هذه الميليشيات نحو الأجندة التي تريدها في اليمن. نعم نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وهنا أرحب بسيد عبد الكريم السعدي قيادي في الحراك الجنوبي. سيد عبد الكريم مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد عبد الكريم. نتحدث اليوم عن اتفاق الرياض والحديث حول تعديلات أضيفت لهذا الاتفاق، ما الذي تفهمه من التعديلات المتكررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله التعديلات توحد حقيقة واحدة هي أنه الاتفاق هذا يعني مشكلة كبيرة، وهو طبعا ما نوهنا له في بداية الإعلان عن هذا الاتفاق ورأينا وأطلقنا عليه مسمى المغاربات، وقلنا أنه لم يرتقي إلى مستوى أو لن يرتقي إلى مستوى الاتفاق أو مسمى الاتفاق، لأن الاتفاق عادة طالما وقع تلتزم به الأطراف. نعم. يعني لم نفهم هناك توقيع واتفاق على هذا الإعلان من قبل الطرفين، كلا الطرفين كان متواجد ووقع على هذا الاتفاق، وكان أيضا مزمن بفترة زمنية محددة لكل بند في هذا الاتفاق، لكن يأتي اليوم الحديث عن تعديلات وبالمقابل يعني مرت فترة زمنية طويلة لم ينفذ شيء. نعم البروتوكول تم والتوقيع تم، ولكن طبيعة إدارة العملية ما توحيش إنه في اتفاق الاتفاق، لأن أساسا قال الاتفاق هذا لضرورات تقتضيها مصلحة الراعي بدرجة رئيسية، لم تكن مراعاة هناك للمصالح الداخلية، إنما في ظروف أجبرت الراعي على أن يجمع الأطراف ويقارب فيما بينها ويوقع ما يسموه الاتفاق هذا. وطبعا تمسكت الشرعية بالاتفاق في عملية لمحاولة توريض الطرف الآخر اللي هو الانتقالي، وتمسك الانتقال بمسمى الاتفاق لكي يوحي الأنصار أنه بلغ مبلغ أو درجة جعلته ندا للشرعية. نعم. وأصبح يأخذ معها اتفاقات. الحقيقة أنه ما جرى بعد ذلك وما يحصل الآن والإعلانات والتسريبات اللي تحصل تؤكد أن الاتفاق هش، أنه يواجه مشكلة كبرى. الخنبشي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية
يؤكد انه هناك تعديلات لم يفصح عنها طبعا ولم يتحدث عنها ولم يسميها، ولكن يقول انها في الجانب الامني والعسكري والسياسي. نحن اليوم الاتفاق اذا ما مضينا يعني خلف الفتره المجمله له انتهى، بعض الفتره لبعض الخطوات له انتهت، وما زال يواجه مشكله في الجانب الامني والعسكري. فطالما دخل في التصريحات انه الجانب السياسي ايضا ورد، فمعناته انه مشكله كبيره. و ما هيش على الجانب الامني والعسكري. نعم، اذا ابقى معي. ايضا ابقى معي سيد عبد الكريم، سأعود إليك ونكمل الحديث، ولكن أعود لضيفي الدكتور عادل المسني. دكتور عادل، يعني نجد حديث من مرة من رئيس الوزراء ومرة من نائبه، والحديث كله يدور حول أن الأمور فيما يخص الاتفاق تمضي على قدم وساق وأن الوضع يسير في إطار طبيعي. يعني كيف يفهم الأمر والاتفاق منذ البداية مزمن بفترة زمنية محددة بقبول ورضا الطرفين، وإلى اليوم لم ينفذ شيء من هذا الاتفاق سوى ما يتعلق بعدد بسيط من الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين؟ هو بالحقيقة هناك تحديات كبيرة. أنت تتكلم عن يعني عشرات الميليشيات، يعني قوامها الآن يزيد عن 90,000 ولديها سلاح وتدريب وتمويل من دولة يعني طرف في التحالف، ولديها نفوذ أيضا في هذا التحالف، وبالتالي لها سيطرة على الأرض وممسكة أيضا بكل من قالد المحافظات الجنوبية سواء عدن أو غيرها من المحافظات، وبالتالي من الصعب يعني اقتلاع كل هذه الميليشيات ويعني في غضون أيام. الأمر يحتاج إلى تعني وصبر، ويحتاج أيضا يعني ضغط أيضا على المملكة العربية السعودية، خاصة أن هي رعية هذا الاتفاق، أيضا لتشرف بعينها على هذه الإشكالات وعلى أيضا مساعدة الشرعية في تنفيذ هذا الاتفاق. الشرعية لها مصلحة قلنا في تنفيذ هذا الاتفاق، لأنها بالنهاية هي المسؤولة عن كل المناطق المحررة، وهي المعنية أيضا بقدر الصبر الكبير والتأني في طريق أيضا استعادة مؤسساتها في هذه المحافظات. هذه فرصة كبيرة للشرعية وللمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تواجه تحدي كبير في هذه الفوضى العارمة في الإقليم التي تنشأ اليوم، وهي بالتالي مطالبة أيضا بدعم الشرعية لتفرض سلطانة على المحافظات الجنوبية وتتكئ عليها في مقارعة الحوثي، خاصة وأن إيران الآن تهدد بشكل علني عبر ميليشياتها المصالح الأمريكية وتعني بذلك المملكة العربية السعودية. بالتالي المملكة العربية السعودية أعتقد أنها تبذل الجهود في هذا السياق، محاولة أيضا يعني ترميم العلاقة مع الشرعية، ومحاولة أيضا ترسيخ نفوذها في المحافظات الجنوبية، لأنهم الرهان الوحيد التي يمكن للمملكة أن تلعب به دور في تغيير الظروف في اليمن. وستبقى المملكة العربية السعودية رهن التهديد الإيراني في اليمن، وبالتالي أعتقد أن هناك مصلحة الآن للمملكة العربية السعودية وللشرعية في يعني استتباب الأمن والاستقرار وأيضا استعادة المؤسسات الشرعية في المحافظات الجنوبية، وهذا يقتضي الآن حركة في هذا السياق. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل المسني، محلل سياسي كنت معنا من إسطنبول. وأعود لضيفي القيادي في الحراك الجنوبي السيد عبد الكريم السعدي. سيد عبد الكريم، يعني هذه التعديلات المتكررة في اتفاق الرياض، هل يعني ربما تخرج لنا باتفاق جديد آخر غير اتفاق الرياض الذي تم منذ البداية؟ التعديلات لم تهبوا إلى غرام، ستضيء إلى حالة شبيهة بالحالة اللي نعيشها بعد اتفاق استقلال بين الشرعية والحوثيين. الاتفاق اللي يزمن ويتوقع عليه ما ينفذ، على دليل أنه يواجه مشكلة أن الأطراف اللي أو الطرف الراهن لا يقوم بدوره في الضغط على الأطراف هذه. وأي اتفاق، الحديث عن اتفاق الرياض وما شمل اتفاق الرياض دون الحديث عن الدم أو اعتماد القوة المسلحة المدربة والمسلحة اللي موجودة خارج إطار الشرعية، هو حديث عبارة عن استهلاك للغة، عبارة عن تأخير للقضايا، وعبارة عن تحذير لمواجهة. يعني الحديث لا يمكن لأي أحد يتم، لا يمكن لأي شخص يتم في المنطقة الجنوبية والمنطقة المحررة دون السيطرة على هذه القوات المنتشرة اللي هي خارج إطار السيطرة. إذا لم تتم عندها وجمع في أضرار وزارة الدفاع
وزاره الداخليه فتحديد عن اي نجاح لاي بند من بنود الاتفاق هذا اللي تحدث عنه. نعم، لكن سيد عبد الكريم، يعني اذا ما نجحت او تمت هذه التعديلات و استمر المضي في هذا الاتفاق، هل تتوقع يعني في نهاية المطاف النجاح لهذا الاتفاق وإعادة الأوضاع إلى سياقها الطبيعي؟ لا أتوقع، أنا بالحقيقة لا أبني على اتفاق الرياض مثل ما قلت في البداية، فهو اتفاق ليلبي ضرورات الراعي وليس ضرورات الصحة. والاتفاق لم يجمع الاطراف كلها المتصارعه في الجنوب وفي المنطقه المحرره، هو اتفاق الطرفين الشرعيه والاحتماليه، هناك اطراف خارج الاتفاق ما زالت، والدليل انه لا الشرعيه قدرت تحكم الاطراف انها وفاه تماما قبل حكم من يتحدث عباراته، فليس لها تتهرب الى المناطق الجنوبيه والقرى والمديريات. نعم. والقوى اللي موجوده تتمرد على الموقعين في الرياض. نعم. فنحن امام مشكله كبرى اذا لم يتم، نحن تحدثنا ونبهنا انه اذا لم يتم الدعوه لمؤتمر جنوبي في المناطق المحرره يسمح للقوى استوعب القوى كلها الموجوده المتصارعه على الساحه، فنحن سنكون كل يوم على موعد على اتفاق جديد او مع اتفاق جديد ومع قوى جديده فوقها. نعم، لكن سيد عبد الكريم، يعني في نهاية المطاف إلى أين يمكن أن تصل الأمور بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برأيك؟ إذا استمرت العملية على ما عليها حاليا، التساهل اللي أو اللي بعتبرها أنا تساهل أو إهمال من الطرف الراعي، فأنا لا أستبعد المواجهة العسكرية، أستبعد أن يقودونا إلى مواجهة عسكرية في المنطقة المحررة. نعم. والتعديلات هذه هي بدايه لهذا العمل، وارى انه السعوديه عليها ان تقوم بدورها، تبنت هذه المقاربات وعليها ان تضغط على الاطراف، لان تضغط على الاطراف وتلزمهم بما تم التوقيع عليه في الرياض. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر القيادي في الحراك الجنوبي السيد عبد الكريم السعدي، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، واشكر جميع ضيوفي في الختام، تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقه الزميل ماهر ابو المجد، وهي ايضا من جميع افراد طاقم العمل، حتى الملتقى في امان الله.